السلام عليكم. في الفيديو ده عايز اتكلم عن البرسبترون ليرنينج رول. الفكره ان احنا خلال الفتره اللي فاتت كلها كان بيكون عندنا داتا، حبه منهم في كلاس بوزيتيف وحبه في كلاس نيجاتيف، واحنا كنا بنديزاين البرسبترون او المالتي لاير برسبترون اللي يفصلهم. كنا بنديزاين اللاين ده كبشر يعني. بس الفكره ان الغرض من الماشين ليرنينج اصلا هو ان احنا نخلي الكمبيوتر هو اللي يعمل الكلام ده. انا عايز ادي الكمبيوتر داتا واديله ان شويه الداتا دول بينتموا لكلاس معين، والداتا دول بينتموا لكلاس تاني، وهو يعمل كلاسيفيكيشن. يعني مثلا اديله صور وهو يقول لي الصوره دي جواها قطه ولا كلب، فانا هديله شويه صور عباره عن قطط وشويه صور عباره عن كلاب، واقول له يا عم الحبه الاولانيين دول قطط والحبه التانيين دول كلاب. انت بقى ايه، اتعلم بقى الفيتشرز انت مع نفسك، اتعلم ارسم انت البرسبترونز مع نفسك، او اتعلم انت الويتس بتاعت البرسبترونز دي مع نفسك. وبعدين لما اديك صوره جديده تقول لي بقى دي قطه ولا كلب. يعني في الاخر انا هدي له ايه، هيكون عندي جزء اسمه او جزء من الداتا، هجمع انا شويه داتا هسميه تريننج داتا، تمام؟ اللي هم دول زي دول كده، عندي هنا مثلا اربعه تريننج داتا، صورتين للقطط وصورتين للكلاب، ماشي؟ طبعا في الحقيقه بيكونوا اكبر من كده بكتير، بيكونوا الاف التريننج داتا مثلا، او جايز اكتر من كده كمان على حسب انا بعمل ايه بالظبط يعني، وجايز اقل لو انا بعمل حاجه ابسط، على حسب انا بعمل ايه. طيب فهقول له مثلا دول يا عم قطط ودول كلاب. من خلال الداتا اللي انا مديها لها دي، اللي انا هحاول ان هي تكون معبره قدر الامكان، فيها كل اللي انا عايز يعني، فيها كل الاحتمالات الممكنه قدر الامكان طبعا. فساعتها هو هيقعد يترين مع نفسه، ده اللي احنا نحاول نكتب له الجوريزم يعمل كده يعني. ولما يترين مع نفسه هيطلع لي البرسبترون ده، ماشي؟ فدلوقتي انا ما رسمتش ده، انا قلت له يا عم اتصرف انت، هو اتصرف وعرف يرسم ده. بعد كده لما اديله صوره جديده انا مش عارفها، انا مش عارف دي قطه ولا كلب، او يعني انا طبعا لو بصيت عليها هعرفها، بس اقصد لو انا عايز الكمبيوتر هو يعرفها من غير ما انا اقول له. زي مثلا حاجات في الفيسبوك لما ترفع صوره جديده هو يقعد يقول لك مثلا الصوره دي فيها شمس وسحاب وشخصين مثلا، هو عارف الكلام ده ازاي؟ هو عنده نتورك او عنده ماشين ليرنينج جواه يعني، بيعرف يديتكت يكلاسيفاي الحاجات اللي جوه الصوره من غير ما انت تقول له جواها ايه، من غير ما تكتب الكلام ده، هو بيكتب هو ديسكريبشن من نفسه. اكيد ما فيش واحد قاعد في فيسبوك بيمونيتور كل الصور اللي تترفع ويكتب لها ديسكريبشن ساعتها، فهو في الاخر الكمبيوتر هو اللي بيعمل كده. طيب فانا عندي دول اسمهم التريننج داتا. بعد كده لما اجيب له صوره جديده، ماشي، هديها مثلا رمز مثلث كده، ماشي، الصوره دي هيكون فيها شويه فيتشرز مثلا اكس 1 واكس 2. طبعا لو انت بتتكلم عن صوره عن ايمج، فانت عندك تقدر تعتبر ان كل بيكسل من البيكسلز بتاعت الايمج فيتشر او دايمنشن. كان الصوره مثلا لو هي الصوره 10 في 10، فكان عندك من اكس 1 اكس 2 اكس 3 لحد اكس 100، تمام؟ فكان كل بيكسل ممكن تعتبر كل بيكسل ان هو فيتشر مستقله. ممكن تعمل بطريقه ثانيه بس مؤقتا نعمل كده، فهتلاقي ان دايما الفيتشرز بتاعتك غالبا بتكون في دايمنشنز اعلى بكتير. انت الحقيقه حتى لو حاولت ترسم البرسبترون بايدك هتلاقي الموضوع صعب جدا، انت اصلا مش شايف حاجه، فانت لازم تلاقي طريقه تحدد بيها البرسبترون او تحدد بيها الويتس في الهاير دايمنشن من غير ما تقدر ترسمهم اساسا. حتى لو انت عايز ترسم برسبترون هتلاقي الموضوع صعب. طيب فالمهم ان الداتا الثانيه دي اسمها ايه؟ اسمها مثلا تيست داتا. بمعنى انا اول هديله تريننج داتا اقول له يا عم ترين، وبعدين هديله داتا من عندي انا، ماشي، اسمها تيست داتا. انا عايز اختبره، عايز اختبر انت فعلا قدرت توصل لويتس مظبوطه ولا لا، بحيث ان لو هو اداني بيرفورمانس كويس على التيست داتا دي انا اجي اقول يا عم ايه، خلاص النيورال نتورك بتاعتي دي كويسه جدا، خلاص هقدر اطلعها للبرودكشن واستخدمها في برودكت حقيقي. بينما لو ادى اداء وحش قوي على التيست داتا، اللي هي داتا هو ما شافهاش قبل كده، داتا جديده هو ما شافهاش خالص اثناء مرحله التريننج، ما اداش اداء كويس على التيست داتا دي، فساعتها هقول له ايه؟ هقول له لا انت كده ما عملتش تريننج كويس، انا مضطر افكر تاني ايه المشكله اللي خليتك ما تعملش التريننج ده عشان اعمل لك تريننج تاني باسلوب تاني، او اعدل شويه بارامترز او شويه ارقام كده بحيث ان انت تديني بيرفورمانس كويس على التيست داتا. يعني التيست داتا دي بتحاكي نوعا ما الريال وورلد داتا، اللي هو في الاخر لما احط المشروع بتاعي او احط الكود بتاعي ده في البرودكشن في حاجه بقى حقيقيه عايزه يقدر يشتغل كويس، تمام؟ فهيكون الداتا اللي جايه له في الريال تايم او الداتا اللي جايه له في الواقع يعني ما شافهاش قبل كده، فهو مضطر يكون البرفورمانس بتاعه كويس على التست داتا. بينما مجرد ان هو يكون البرفورمانس بتاعه كويس على التريننج داتا مش حد ذاته مش كفايه قوي، لان في الاخر هو كده بي 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 بيقول لي ان انا كويس على الداتا اللي انا شفتها قبل كده، بينما هو في الحقيقه انا عايزه يشتغل على حاجه هو ما شافهاش قبل كده. طيب المهم اللي هيحصل دلوقتي ان انا عايز اخليه يترين مع نفسه. فيبقى انا دلوقتي هاجي هقول ان انا عندي مثلا شويه داتا كده وانا ما اعرفش ايه اللي بيفصلهم، يعني عندي شويه داتا عشوائيه كده وشويه داتا كده،
وانا بقى عايز ايه؟ عايز اعمل بروجرام يقدر يترين البرسبترون بحيث ان هو يوصل للويتس المظبوط. بمعنى ان انا في الاول هانشلايز البرسبترون اي حاجه، اي راندوم هانشلايز البرسبترون في اي اتجاه كده ماشي، وعايز كل شويه اقعد ابديت اتجاهه تمام. فانا عايز كل شويه مثلا اقعد الف يمين الف شمال عشان في الاخر لحد ما يديني كلاسيفيكيشن، لحد ما يقدر يفصل لي الداتا دي لاثنين كلاس. طيب من حيث المبدا احنا عارفين ان دايما البرسبترون او اللاين نفسه عمودي على الويت بتاعه. فالحقيقه لو انا عايز اغير اتجاه اللاين ده بحيث ان هو يبقى كده مثلا، ده الهدف بتاعي ان هو يبقى كده عشان يبقى كلاسيفايد داتا كويس. فانا لو غيرت الويتس بتاعته اللي هي الويت فيكتور، ده الويت فيكتور. فلو غيرت الويت فيكتور هقدر الفه كده، يعني تغيير الويت فيكتور هيخليني اوتوماتيك اقدر او هكون اوتوماتيكلي غيرت اللاين نفسه. فبالتالي هتلاقي ان الشغل بتاعنا كله في الماشين ليرنينج بيختص بالويت، او يعني كله في اللي احنا هنتكلم فيه في الفتره الجايه يعني بيختص بالابديت بتاع الويت. لان انا لما ابديت الويت انا تلقائيا بابديت اللاين بتاعه، ولما اخلي الويت مظبوطه فانا هخلي اللاين مظبوط تمام. فبتلاقي ان شغلنا بيكون على الابديت بتاع الويت. طيب نظرا ان البرسبترون بسيط قوي، خلينا نتكلم على سنجل لاير برسبترون عادي خالص. عايزين نعمل تريننج لسنجل لاير برسبترون تمام. فانا دلوقتي عندي نوعين من الكلاسز، الكلاس ده مثلا كلاس 1 والكلاس ده كلاس نيجاتيف 1 تمام. طيب فدي داتا الكلاس بتاعها 1 ودي داتا الكلاس بتاعها نيجاتيف 1، ده الكوريكت كلاسيفيكيشن تمام. هنا واي سي اللي هو واي كوريكت ايكوال نيجاتيف 1، وهنا واي سي ايكوال 1. طيب ده شيء جميل. غير كده البرسبترون بتاعي ممكن يكلاسيفاي يا اما 1 يا اما نيجاتيف 1، ممكن يديني دي او دي. فانا عندي اربع احتمالات في الحقيقه. لو انا جيت ارسم زي جراف كده هقدر اقول مثلا ان انا ممكن ارسم هنا الواي كوريكت ممكن تبقى يا اما واحد يا اما نيجاتيف واحد، وهنا الواي بريدكتد اللي هو البرسبترون قال لي ايه ده الصح وده اللي البرسبترون قال لي عليه. فانا عندي اربع احتمالات، يا اما الواي كوريكتد بواحد والواي قصدي الواي كوريكت بواحد والواي بريدكتد بواحد، هيبقى هيديني حاجه زي كده اللي هو دلوقتي ده صح، ان في الاخر انا بريدكتد الصح خلاص، ده كانه كوريكت بريدكشن يعني ماشي. عندي الحاله الثانيه ان الواي كوريكت بسالب واحد والواي بريدكتد بسالب واحد، فساعتها برضو انا كويس كده البرسبترون بتاعي مش محتاج اعمل فيه حاجه هو كده كويس تمام. طيب الحالتين اللي فيهم مشكله ان يكون الواي كوريكت بواحد والواي بريدكت بنيجاتيف واحد، فكده في مشكله محتاج اظبطها، او العكس الواي بريدكت بواحد بينما الكوريكت بسالب واحد، فدي مشكله محتاج اظبطها. دول مشكلتين محتاج اظبطهم. طيب اللي يحصل بالظبط ان انا مثلا عندي شويه بوينتس، عندي مثلا 10 بوينتس ماشي، كل مره هايفالويت انا معايا الكوريكت كلاسيفيكيشن بتاع التريننج داتا، وكل مره هحسب البرسبترون ده بيبريدكت ايه. لو طلع بيبريدكت بالظبط زي الكوريكت مش هعمل حاجه هسيبه زي ما هو خلاص انت كده زي الفل. لقيته بيبريدكت عكس الكوريكت هابديت الويت خلاص يبقى ده اللي هيحصل. وبعدين هعمل الكلام ده، هعمل لوب كده، هعمل الكلام ده على كل التريننج اكزامبل. فانا هعدي اول تريننج اكزامبل اعمل الكلام ده، بعد ما اخلص لو كان في مشكله هابديت الويت شويه، بعد كده اعدي تاني على تاني اكزامبل لو في مشكله ابديت الويت شويه، بعد كده تالت اكزامبل ورابع اكزامبل وهكذا. هلاقي ان الموضوع بيحصل بشكل اتريتيف، يعني مش مره واحده كده بعوض في معادله اوصل اللي انا عايزه، لا الموضوع بيحصل تريننج بشكل اتريتيف. طيب تعال كده نشوف الاحتمالين الغلط دول ونشوف ازاي نوصل لمعادله. انا عايز اغير الويت صح، عايز ابديت الويتس. طب ازاي اوصل لمعادله اقدر اكتبها في البرنامج بتاعي بحيث ان هي تابديت الويتس بالشكل الحقيقي اللي انا عايزه؟ فانا عندي احتمالين دول، الاحتمالين دول تعال نبص كل واحد فيهم لوحده. دلوقتي لو انا عندي نفترض كده ان انا عندي الداتا عامله كده ماشي، نفترض ان انا مثلا اول احتمال ده بيقول لي ان الكوريكت بواحد وانا بديت نيجاتيف واحد، تعال نفترض ده خلاص يبقى دلوقتي الواي كوريكت ايكوالز واحد بينما الواي بريدكتد نيجاتيف واحد. لو عايز افيجواليز حاجه زي كده على الجراف ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول مثلا ان البرسبترون بتاعي هو ده صح، ده كده اللاين ممكن اسميه خليه احمر مثلا، فده البرسبترون بتاعي والويت بتاعه كده، ده الويت فيكتور بتاعه تمام كده ماشي عمودي عليه. طيب معنى ان الواي سي بواحد والواي بي بنيجاتيف واحد ان الحقيقه ان انا عندي نقطه زي كده هنا صح، النقطه زي كده، النقطه دي تبع كلاس واحد اكس، انا مفترض ان اكس كلاس واحد والاو كلاس سالب واحد، يعني النقطه دي تبع كلاس واحد، ورغم كده الويت فيكتور بتاع البرسبترون بص الناحيه الثانيه. لا لحظه كده اه تمام، فالويت فيكتور فالبرسبترون ده
بيكلاسيفاي اي حاجه هنا ان هي تبع كلاس واحد، وبيكلاسيفاي اي حاجه تحته او من وراها كده ان هي تبع كلاس نيجاتيف واحد. فده اللي حاصل دلوقتي، ان الويت فيكتور باصص كده، فبالتالي هو بيقول لك ان هيكلاسيفاي النقطه دي ان هي نيجاتيف واحد. تمام؟ طيب فدي مشكله صح؟ فساعتها انا عايز ايه؟ انا عايز اللاين ده يبقى كده شويه صح، عايزه يميل الناحيه دي، عايزه يروتيت كده بشكل ما، عايزه يروتيت في الاتجاه ده بحيث ان هو يقدر يضم النقطه دي تبعه، بحيث ان هو يبقى حاجه عامله زي كده مثلا، بحيث ان لو انا لو عرفت الفه كده هيبقى الويت كده، وساعتها هيبقى الويت في اتجاه البوينت، فساعتها هيكلاسيفاي ان هي واحد زي كوريكت، ويبقى ما حصلش مشكله. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ انا بكل بساطه عايز البرسبترون او عايز الويت ده يبص في اتجاه الاكس شويه، يعني كان الاكس بتقول له يا عم ايه عبرني شويه بص لي كده يعني. فالحقيقه انا عايز اخلي الويت بدل ما هو كده يبقى كده مثلا، ان هو لو بقى كده شويه هتلاقي ان اللاين يميل شويه صح؟ فهتلاقي ان ابسط طريقه تعمل بيها الكلام ده ان انت اصلا يعني ده كده الفيكتور بتاع الويت، ممكن اجمع عليه الفيكتور بتاع النقطه نفسها، يعني لو افترض النقطه دي نقطه اكس مثلا، فانا لو جيت جمعت الويت فيكتور ده على ده لازم ولابد النتيجه النهائيه تكون في النص صح؟ يعني في الاخر انا عايز الويت يلف كده شويه، وانا عارف ان لو جمعت الويت فيكتور ده على الفيكتور ده، وبالك ده كده جمع فيكتورز عادي، لو احنا فاكرين جمع الفيكتورز بيحصل ازاي، ممكن تكمل بس مستطيل او توازي اضلاع كده كده، وهتلاقي ان الويت الناتج هو ده. فانا لو جمعت الويت فيكتور الاصلي على قيمه البوينت اللي هي الاكس نفسها دي، لو سميت البوينت او التريننج اكزامبل اكس، طبعا الاكس هنا دي معناها كلاس واحد، بينما اقصد اكس اللي هو التريننج اكزامبل يعني اكس اي مثلا. فانا لو جمعت الفيكتور بتاع الويت على الفيكتور بتاع الفيتشرز اللي هو اكس 1 اكس 2 مثلا، عندي هنا اكس 1 هنا اكس 2، ساعتها انا واثق ان الويت فيكتور هيلف كده شويه صح؟ هيمشي في الاتجاه ده، فهيحقق حاجه من اللي انا عايزها. لو الويت فيكتور بقى عامل كده لازم اللاين او البرسبتور يبقى عمودي عليه، هيبقى حاجه عامله كده، ماشي الرسمه باظت شويه بس في الاخر هيبقى حاجه عامله كده. فحاجه عامله كده ايه اللي حصل بقى؟ فعلا الويت فيكتور باصص كده وبقى بيكلاسيفاي النقطه دي ان هي موجب. تمام؟ فده نوعا ما بيحقق اللي انا عايزه. طبعا في مشكله شويه ان مره واحده البرسبترون كان كده اللي هو كان في اللاين ده، مره واحده بقى كده اللي هو حصل تشينج كبير قوي مره واحده. انا مش عايز كده صح؟ يعني انا مش عايز يحصل تشينج مفاجئ، لان ممكن التشينج المفاجئ ده يصلح لي النقطه دي بس يبوظ لي بقيه النقط، في الاخر ممكن هيكون في نقط كتير مش نقطه واحده، هيكون في نقط كتير قوي في الرسمه، فممكن تشينج كبير قوي مره واحده او زاويه كبيره قوي كده، شوف الزاويه دي كلها اتغيرت. زاويه كبيره قوي كده ممكن تعمل لي مش ازمه كبيره في بقيه النقط، فانا مش عايز كده، انا عايز امشي بالراحه واحده واحده عشان اكون بظبط حاجه ما ببوظش كل الباقيين. طيب هلاقي ان انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن بدل ما اجمع ال W على ال X يعني كده، بدل ما اجمع ال W على ال X ممكن ابدا اجمع ال W على فيكتور صغير في اتجاه ال X، يعني ممكن اعمل فيكتور تاني كده في اتجاه ال X، بس بدل ما يوصل ال X خليه قصير كده كده مثلا ماشي، واسميه مثلا ده فيكتور قصير، يعني هو برده عايز بس يكون نفس الاتجاه بالظبط، عايزها كده، وانا هجمع على الفيكتور القصير ده ده مثلا، او حتى اقصر منه كان هناك بقى حاجه صغيره كده قوي. المشكله فين او ايه الفكره في كده؟ اولا الفيكتور ده اسمه ايه؟ الفيكتور ده هيبقى اسمه مثلا ايتا اكس، اللي هو اكس بس سكيلد باي ا نمبر اصغر من الواحد، رقم 10 كده صغير، فده اسمه ايتا اكس. لو جمعت دول على بعض هلاقي اللي حصل، هلاقي ان الويت فيكتور تقريبا بقى كده، فساعتها البرسبترون بقى عمودي عليه برضه، فهيبقى كده مثلا. فده برضه تشينج كبير شويه، ممكن اصغر الايتا عشان يبقى اصغر، بس المهم الفكره واضحه ان انا بجمع ايتا اكس مش بجمع اكس نفسه. تمام؟ فطبعا كده برضه حصل تحسن احسن من الاولاني، ما بقاش عنيف قوي زي الاولاني بس برضه لسه كبير شويه، ممكن اصغر الايتا اكتر واكتر اكتر لحد ما يبقى تغير طفيف قوي. برضه ما اخليش التغير قليل زياده عن اللزوم عشان ما اقعدش 100 سنه وانا بترين، انا برضه عايز تكون في حركه، فانا محتاج الايتا ما تكونش كبيره قوي عشان ما يحصلش سادن تشينج، وفي نفس الوقت ما تكونش صغيره قوي عشان ما اقعدش 100 سنه اترين. يبقى دلوقتي انا استنتجت دلوقتي ان ان كيس الكيس دي اللي هي واي سي الكوركت بواحد والبريدكتد بسالب واحد، انا محتاج التريننج ستيب بتاعتي ان انا اغير الويت اخلي دبليو كي بلس 1 ايكوالز دبليو كي بلس ايتا اكس، حيث اكس ده هو التريننج اكزامبل ايتا اكس كي مثلا، لو احنا عايزين نكون كده يعني ايه دبليو كي بلس ايتا اكس كي صح كده؟ طيب فدي كده الحاله الاولانيه، حاله ان الواي سي بواحد والواي بي ناقص واحد. تعال نشوف الحاله الثانيه ونقفل الفيديو. لو عندي الحاله الثانيه عامله كده، الحاله الثانيه بتقول لي ان الواي كوريكت بنيجاتيف واحد بينما الواي بريدكتد بواحد، فدي الحاله الثانيه اللي فيها مشكله. لو جيت افيجواليز ده
هلاقي ان انا عندي حاجه زي كده مثلا، ده كده البرسبترون ماشي، وهو الويت بتاعه كده، والنقطه دي هنا، النقطه دي الكلاس بتاعها اصلا نيجاتيف واحد، ورغم كده هي ماشيه في اتجاه الويت، فبالتالي بيحصل لها كلاسيفيكيشن ان هي واحد، فالواي بريدكتد بواحد رغم ان هي فعليا نيجاتيف واحد. فانا برضو عايز اروتيت البرسبترون في اتجاه العكسي، عايز اروتيت الناحيه الثانيه كده تمام، عايز ابعده عن النقطه بشكل ما. فالنقطه دي تقول له يا عم الويت ايه، ابعد عني شويه. طيب فانا شفنا المره اللي فاتت ان انا لو جمعت الويت على على الفيكتور ده هقرب منها تمام، فاكتر حاجه تبعدني عنها ايه هي، ان انا اجمع الويت فيكتور ده على الفيكتور العكسي. يعني ده كان عندي فيكتور، لو جمعت الويت على الفيكتور ده كده، ده زائد ده هقرب نقطه قوي. طيب لو جمعته على ده اللي هو نفس الفيكتور بس في الاتجاه الثاني كده، ده كده ده اللي انا هجمع عليه، ساعتها اكيد هبعد عن البوينت، وده اللي انا عايزه. انا عايز الويت يبعد عنها، ان لو الويت بقى هنا مثلا هتلاقي ساعتها ان لو ده الويت فيكتور يعني، هتلاقي ان البرسبترون بقى عمودي عليه بقى كده، فبقيت فعلا بكلاسيفاي دي ان هي نيجاتيف تمام. وبرده نفس الطريقه لو كان عنيف قوي هيبقى سادن تشينج قوي، انا مش عايز كده. فهلاقي ان انا دلوقتي بدل ما بقول ان ال W كي بلس 1 ايكوالز W كي بلس اكس، هقول ان هي W كي ماينس اكس. انا دلوقتي عايز امشي في اتجاه الماينس بتاع ده كده اكس، ده اسمه اكس، وده في اتجاه ماينس اكس. وبرده ما انساش الايتا عشان برضو اجمع على حته صغيره او على جزء من الفيكتور ده مش الفيكتور كله. يبقى اذا انا استنتجت ايه؟ ان دبليو كي بلس 1 عندها ليها ثلاث حالات، دبليو كي بلس 1 ليها ثلاث حالات. الحاله الاولى بتساوي دبليو كي من غير اي تغيير خالص اف كوركتلي كلاسيفايد، لو انا كلاسيفايد الحاجه مظبوط كوركتلي كلاسيفايد. بينما هتساوي دبليو كي بلس زيتا اكس لو ايه؟ لو الواي كوركت ايكوال 1 والواي بريدكتد، والواي بريدكتد ايكوال نيجاتيف 1. بينما هتساوي WK minus eta x if y correct equal negative 1 والy predicted equal 1. طيب هلاقي ان انا من السهل ان انا احاول امزج الاثنين دول في حاجه واحده، واقول ان WK plus 1 equal يا اما WK ما اتغيرش if correctly classified، او WK plus y c x. خد بالك هنا ال y c بنيجاتيف 1، فلو قلت بلس y كوريكت يعني x، ففي الحاله دي لو ال y c بنيجاتيف 1 يبقى ده مظبوط، ولو ال y دي c دي بواحد ده مظبوط. انا بس كده عملت معادله مختصره شويه تمام. فدي المعادله الاخيره اللي هنسميها البرسبترون، برسبترون ليرنينج رول. فانت هتكتب برنامج، طبعا دي x k طبعا، ودي برضو x k، ودي x k، برسبترون ليرنينج رول. انت تكتب برنامج وتانيشاليز البرسبترون او الويت بتاعتك باي حاجه ماشي، وبعدين لو الداتا بتاعتك كانت لينيرلي سيبرابل يعني ممكن فعلا برسبترون يعمل لها سيبريشن، ساعتها هتقدر تخلي دي هي الليرنينج رول. ولو الداتا فعلا لينيرلي سيبرابل تقدر تفصلها برسبترون، ساعتها الليرنينج رول دي اكيد هتوصل للبرسبترون الصح. طب عرفت منين ان هو اكيد هوصل للبرسبترون الصح ده، او للويتس المظبوطه لو الداتا لينيرلي سيبرابل؟ ده هنثبته بعد كده في حاجه اسمها البرسبترون كونفرجنس ثيرم. دي برسبترون بتحاول تثبت ده بالظبط، بتثبت ان الابديت رول دي تحديدا او حاجه شبهها، حاجه في نفس النطاق كده يعني، لو الداتا لينيرلي سيبرابل فاكيد البرسبترون هيوصل للويتس مظبوطه في سيبريت الداتا، مهما كان انت بادئ ازاي، او لو انت بادئ حتى بزيرو فيكتور، بادئ بالويتس بزيرو لو مش موجود اصلا ويتس خالص. فده هنشوفه الفيديو الجاي، بس هنا دلوقتي عايز اقول ان الكلام ده هتلاقيها شغاله او منطقيه اكتر لو الكلاسز بتاعتك سالب 1 1 زي ما انا قلت هنا. طيب لو الكلاسز بتاعتك 0 1 هتلاقي ان ممكن نعمل موديفيكيشن كده، نقول ان الواي دبليو كي بلس 1 ايكوالز دبليو كي بلس واي كوريكت ناقص واي بريدكتد في اكس. ده جيفن ايه؟ جيفن ان الكلاسز بتاعتك سي 1 مثلا هو 1 وسي 2 هو 0، بدل ما سالب 1 1 بقيت 1 0. هتيجي تعمل نفس الحاجه بالظبط، فلو انت مثلا y corrected ب 1 وده ب 0 خلاص، يبقى انت هتجمع x. لو ال y corrected correct ب 0 وده ب 1 هيبقى هتطرح x. في الاخر نفس الكلام بالظبط، برده بجمع x او بطرح x، او طبعا في ايتا في النص يعني ممكن احط هنا ايتا.
هتلاقي ان ده بيديك نفس النتيجه في الاخر يعني، بس ده بيستخدم اكتر، او انا شايفه يعني مناسب اكتر لو الكلاسز 1 و0، بينما الفودا شايفه مناسب اكتر لو الكلاسز سالب 1 و1. في الفيديو الجاي هنحاول نعمل البرسبترون ليرنينج كونفرجنس ثيرم بروف يعني.